مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا علماء المستقبل. مثل ما عودناكم بكل حلقة في عنا ملفات نفتحها مع علماء المستقبل، نسمع آراءهم، نشوف أفكارهم، نشوف يا ترى شو تصوراتهم عن مواضيع حلوة بتخص علوم الفضاء والفلك. اليوم معنا بوتقة جميلة جدا من علماء المستقبل، العلماء خلينا نسميهم صغار يلي حيصيروا إن شاء الله السنة القادمة صف رابع. خلونا نحن وياكم نتعرف عليهم. تفضل لعندي. اسمك؟ همام مملوك. أهلا وسهلا يا همام، كيفك يا همام؟ الحمد لله. أي صف أنت؟ ناجح الرابع. شو معلوماتك بعلوم الفضاء والفلك؟ منيح. جاهز اليوم لتكون معنا وتناقش هيك بعلوم الفضاء والفلك؟ إيه. تعطينا أفكار حلوة؟ إيه. شو رأيك تسمعنا على غرفة التحكم الأرضية؟ ماشي. تفضلي لعندي يا عروس. شو اسمك؟ ماريا. ماريا شو؟ ماريا الزهيري. ماريا الزهيري، كمان أنت صف رابع حتصيري مو هيك؟ إيه. شو رأيك بعلوم الفضاء والفلك؟ ايه. تحبي هالعلوم؟ ايه. شو بتحبي لما تكبري تصيري؟ سر دكتورة. دكتورة مرائدة فضاء؟ دكتورة فضاء. شو رأيك؟ ايه. جاهزة اليوم تحكي لنا علوم فضاء وفلك؟ يلا سبيني على غرفة التحكم الأرضية. يا عروس تفضلي. شو اسمك يا حلوة؟ مايا خماش. مايا خماش، كيفك يا مايا؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. انت كثير شاطرة بعلوم الفضاء والفلك. صح؟ صح. وقال رصدتي بالتلسكوبات. صح. شو شفتي بالتلسكوب؟ شفت القمر والكواكب والنجوم. يا سلام، شفتي القمر والكواكب والنجوم؟ أي كوكب شفتي من الكواكب أحلى شيء لقيتي؟ حبيت أنا كتير الزهرة. الزهرة؟ كوكب الزهرة، لأنه بيطلع هيك مثل أطوار القمر، صح؟ قال كمان أنت تدرسي موضوع الإشارة، صح؟ صح. شو بدك تطلعي لما تصير كبيرة؟ بدي يصير مترجمة إشارة مشان نعلمها أشخاص صم الفلك. يا سلام، شلون؟ أعطينا مثلا شي معلومة عن الإشارة مثلا. قلبي لعندي. إيه، عيديها. فلك. هي فلك؟ ايه. بلغة الإشارة. ايه. بدك تحكي لنا كثير عنها جوا على غرفة التحكم الأرضية. يلا يا مايا. تفضل لعندي يا بطل. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ يوسف والنوس. يوسف والنوس، كمان صف رابع مو هيك يا يوسف؟ ايه. كيفك بعلوم الفضاء والفلك؟ الحمد لله. تمام؟ ايه. جاهز اليوم كمان لحتى هيك تطلق تعطينا افكار حلوة؟ ايه. اليوم في مواضيع حساسة بدنا ذكاء. ايه. جاهز؟ ايه. على غرفة التحكم الأرضية. يا عروس تفضلي يا حلوة. شو اسمك؟ اسمي أربي رقية. أربي 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 لعندي يا رقية، كيفك يا رقية؟ الحمد لله. أنا بعرفك يا رقية كتير شاطرة بعلوم الفضاء والفلك، كنت تجيبي لي كتب وتسأليني وتستفسري عن شغلات كتير. ساعتك عم تقري كتب؟ ايه. شو آخر كتاب قريتي؟ آخر كتاب؟ ايه. هلا ايه تفضلي. هو كتاب جديد ماني متذكرة شو اسمه. أنت بزمانك جبتي لي كتاب كبير عن المجرات والسدوم تتذكري؟ ايه. وجبتي رسمة عن المجموعة الشمسية؟ ايه. ولساعتك عم ترسمي وتحبي علوم الفضاء والفلك؟ ايه. شو بدك تصيري لما تكبري؟ بدي اصير رائدة فضاء وانسة علوم. انسة علوم ورائدة فضاء؟ طيب ليش رائدة فضاء؟ لانه بحب الفضاء وانا عم مارس شغفي. انت بتحبي الفضاء وهذا شغفك وحبك. يا سلام عليك يا رقية على غرفة التحكم الارضية. وختامها مسك معك. شو اسمك؟ مريم موسى. مريم موسى، مرحبا يا مريم. الحمد لله. اهلا. كيفك يا مريم؟ مستعجلة الحمد لله مباشرة. شلونك بعلوم الفضاء والفلك؟ الحمد لله بحب كثير. شلون انت عم تتعلمي علوم فضاء وفلك؟ عن اي طريق؟ عن طريق كتب. عن طريق الكتب والمواقع التلفزيونية والفيسبوك. عن بتقري على الفيسبوك كثير عن علوم الفضاء والفلك؟ ايه. يعني بتحبي اخبار الفضاء والفلك؟ في عنا اخبار، كلها في اخبار بعلوم الفضاء والفلك، لاحظتي هالشيء؟ يعني جاهزه اليوم تناقشي علوم فضاء وفلك؟ يلا ها استنيها. إذا على غرفة التحكم الأرضية يا مريم. مشاهدينا الكرام، هي مجموعتنا اليوم، نحن وياكم نتوجه لغرفة التحكم الأرضية ونشوف ملف حلقتنا اليوم. تفضلوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام لحتى نبدا نفتح ملف حلقتنا لليوم، موضوع حلو وشيق مع علماء المستقبل اللي برجع بذكركم فيها ماريا ويوسف ومايا ورقية وهمام ومريم. مريم بلش معي، شو تتوقع اليوم حلقتنا؟ عن كوكب الارض. عن كوكب الارض. طيب ليش عن كوكب الارض؟ عن كوكب الارض لانه اكيد لانه نحن بنعيش عليه. نحن بنعيش على كوكب الارض؟ ايه. ما بنعيش على كوكب ثاني؟ لا. ليش عم نعيش على كوكب الأرض؟
لأنه على كوكب الأرض في أكسجين وفي ماء ومندبر لنا كل الحاجات اللي نحنا نحتاجها. كثير حلو، وما بفرق يعني هالكلام، نحنا عم نعيش على كوكب الأرض. ليش؟ لأنه كوكب الحياة. لأنه كوكب الحياة، يعني هلأ يا ترى ممكن يكون في كوكب تاني للحياة؟ ما بتتوقع؟ ليش طيب؟ لأنه ما الكوكب الوحيد اللي فيه يعني كل شيء نحتاجه. كل شيء نحتاجه مثل ما قالت مريم، الماء والأكسجين، طعام طيب شو رأيك رقية؟ همام ومريم رأيهم أنه نحن نعيش على الأرض لأنه في كل مقومات الحياة، شو رأيك؟ تمام، في يعني كل شيء بنحتاجه. في كل شيء بنحتاجه. طيب في شيء غير الماء والطعام وال بقية؟ الأكسجين. طيب شو رأيك مايا؟ في جاذبية منيحة. جاذبية منيحة، برافو عليكي. نحن ما بنطير فيها، لو ما كان في جاذبية كنا نحن هلا طرنا. شنو طرنا يعني؟ كنا نحن هلا مو واقفين على الأرض، كنا بنطير ما بنقدر. يعني مثل الرواد الفضائي اللي بمحطة فضاء الدولية. شو رأيك يوسف هالكلام؟ أستاذ نحن مو بس بنطير، إذا ضلنا على الحالة كمان بتدمر كوكب الأرض. إذا الجاذبية ما في كان تدمر كوكب الأرض. إذا الجاذبية هي أحد العوامل اللي عم تخلينا نعيش على كوكب الأرض. ماريا بتضيفي شيء لهالكلام؟ في عندك شيء هيك بيخطر ببالك نحن عايشين على كوكب الأرض مشانه؟ إنه في ماء. في ماء، شو كمان؟ شو رأيك الجاذبية، الأكسجين قالوا؟ طيب الماء مهم لنا؟ لأنه إذا ضلينا أكثر من 3 أيام ما لنا نشرب مي بنموت. يعني الماء مهم كثير لنا، كثير مهم، يعني ما فينا نعيش بدون مي. طيب إذا طلعنا بمهمة فضائية فينا ما ناخذ مي معنا؟ لا، لازم ناخذ مي. إذن اتفقنا نحن وياكم إنه الماء هو الأساس. اليوم بدنا نحكي نحن وياكم عن الماء، لكن دي بلش معك ماريا، شو لون الماء؟ شفاف. طيب مو رح نشوفه بالكرة الأرضية أزرق، ليش هذا شفاف؟ لا، اللي يوسف؟ لأنه لون السماء بالصبح بيعكس على الماء بصير له. كثير حلو يوسف. إزاي؟ السماء وخاصة طبقة الأوزون بتعكس ضوءها، بتعكس لونها على الماء وبصير لونه أزرق، لكن فعليا الماء لا لون له، ما له لون. شو اللون؟ اي ضوء حطيتوه بالماء بيطلع معنا لون الضوء. فالغلاف الجوي او السماء زرقاء تعكس لونها على الماء. مايا من وين بيجي الماء على الارض برايك؟ بيجي من الغيوم. من الغيوم. شلون من الغيوم يا رقية؟ شلون بيجي الماء من الغيوم؟ شو رايك؟ هما تنزل مطر. تنزل مطر. اذا الماء بيجي من الغيوم عن طريق المطر. المطر. المطر شو هو المطر؟ شو رايك يا مريم؟ عبارة عن نقط مي عم تنزل من السماء. كثير حلو، نقط مي تنزل من السماء. سؤال طيب، ولو طلعنا خارج الموضوع لكم كلكم، يا ترى فينا نشرب مية المطر؟ لا لا. ليش؟ مين بيقول لي؟ قولي لي مريم. لانه ما أنا مضيفة. برافو عليكي، لانه ما أنا مضيفة. بين قوسين بتعرفي ليش ما نظيفة؟ لأنه فيها غبار. فيها غبار، غبار اللي؟ لأنه بتاخذ الوسخ اللي بالسماء. برافو عليكم، برافو عليكم يا علماء المستقبل، قولي لي ماريا. ممكن تكون مطر طين. ممكن تكون؟ مطر طين. ممكن تكون مطر طينية، يعني فيها تراب وغبار، مش هيك ما بصير نشرب مية المطر. قلتوا لي إنه المطر اللي بيجي للغيوم. رقية، شو هي الغيوم؟ شو تتوقع الغيوم؟ اللي يوسف؟ الغيوم هي بخار متشكل وقتها يكون الهي البحر وفي شمس قوية كتير. بعد البحر بتبخر وبروحوا على البخار، بروح على الأماكن الباردة وبصير غيوم. يا سلام، لا هذا اللي حكى عليه يوسف، أنه الشمس بتبخر مياه البحار والمحيطات بتشكلوا عنا غيوم. الغيوم بيروحوا وبيمشوا، بعدين الغيوم بينزل مطر، المطر بينزل على الارض، الارض بياخذ هالامطار للبحار والمحيطات، يعني مثل ما تبخروا من مياه البحار والمحيطات بيرجعوا لمياه البحار والمحيطات. طيب حدا بيعرف شو بيصير مع المطر احيانا؟
تميزي المطر. قليلي معي. بيجي الشمس بيصير بيطلع قوس قزح. حلو، بيطلع من زوائد طرف الأمطار قوس قزح اللي هي الألواز بالسماء. شو كمان عنا؟ وكمان في الثلج إذا كانت هي في برد كتير والمطر عم بينزل بتجمع بيصير ثلج. برافو عليك يا يوسف. شو كمان؟ شو رأيكم؟ قولي ماريا. أوقات وقتها الليل بينزل ثلج لأنه ما في شمس. ما في شمس بصير برد أكثر. طيب شو كمان عندنا مع المطر أحيانا بصير؟ بنخاف منه كثير. شو رأيكم هون؟ في الثانية هون ناطم لي؟ رعد. برافو عليك، رعد البرد. تعالوا نشوف هذا الفيديو. لاحظوا أحيانا الغيوم تتكاسف مع بعض البعض. تكاسف الغيوم مع بعض البعض. لاحظوا الغيوم شو عم تتكاسف طلع مع السماء شو عم تجمع مع بعض البعض. كل ما تجمعت كل ما بتصير اكبر اكبر اكبر. هي الغيوم بتكون محمله بالامطار. لحظه شو عم يصير بس يتجمعوا مع بعضهم. تتكاسف بس تتكاسف مع بعضهم. هي الغيوم بتتكاسف مع بعضهم بتتجمع. اللي محمله دائما بتكون بالامطار بتتحول. شايفين شو عم تتكاسف اكثر واكثر. احنا مصورين السماء وعم نشوف شو عم تتكاسف. بيبلش معنا البرق والرعد. شايفين البرق والرعد؟ احيانا بخوفنا. اللي يوسف استاذ هو البرق والرعد بتشكل وقتها بيصدموا غيمتين ببعض. برافو عليك. لما يصدموا غيمتين ببعض او بصير تفريق من غيمه للارض. برافو يوسف. اذا برق ورعد مع الامطار. اذا كوكبنا في حياه. ليش؟ لانه احد اسباب وجود الماء. متفقين على هذا الشيء كلنا؟ حدا عم يعطينا معي فكرة؟ كنا يا علماء متفقين؟ يعني إذا بدنا نبحث عن حياة أخرى بنكون على شو بدنا نبحث؟ عن الماء. طيب في شيء مكان بالأرض ما في ماء نهائيا؟ لا. شو رأيكم؟ اللي يوسف؟ لا ما في، لأنه الكرة الأرضية ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة. كثير حلو، ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة. ماريا بالصحراء بتتوقعي في ماء؟ في بس كتير قليل. برافو عليكي، في كتير قليل. مشان هيك يا عمان الجمل شو بيكون عنده؟ يعني بالنهار بدخله بخزن مي. بخزن ماء. وانت يا رقية شو بيعملوا بالصحراء حتى يدوروا على الماء؟ هي بيدوروا على الماء. استاذ انا بعرف. قولي لي مريم. بيركبوا على الجمل وبيروحوا بيدوروا على الماء. وكان شيء في عنا تحت الارض احيانا بيكون في مياه وخشب. استاذ انا اللي يوسف استاذ هنهم بدوروا على شجره خضراء. بيقولوا انه اذا كان في شجره واوراقها خضراء بيكون فيها ماء. عم بصيروا يحفروا ليجيبوا ماء. برافو عليك. هلا بقى خلصنا الكلام البسيط. هلا ننتقل للكلام الاعمق، الكلام اللي انتم كنتوا تقولوا لي اياه. تعالوا معي شو عندك مريم؟ هلا استاذ الغامق اذا الهواء الهواء الارض مو عم تدور؟ فعم تدور الارض عم تشكل سرعه، هي السرعه شو عم تعمل بالغيم؟ عم تعمل رياح، هالرياح شو بتعمل بالغيوم؟ بتحركها. طيب هلا رح احكي بالكلام العميق، اتفقنا نحن وياكم انه الارض فيها ماء. وهذا الماء هو سبب الحياه على الارض. طيب تعالوا نبحث انا وياكم عن باقي كواكب المجموعه الشمسيه. هلا بقى توصلوا علماء. كواكب المجموعة الشمسية، مين يعني فيها رقية يعني فيها كواكب المجموعة الشمسية؟ عطارد الزهرة الأرض مريخ مشتري زحل أورانوس نبتون بس؟ نوتا شو؟ نوتا بتطرد من المجموعة الشمسية. ليه؟ لأنه صغير كثير. برافو عليكي ماي، لأنه صغير كثير. خلينا نبلش مع أول كوكب. مين أقرب كوكب من الشمس؟ حبلش معكم ما. مين أقرب كوكب؟ يلا جايكم. مين أقرب كوكب للشمس؟ عطارد. شو رأيك إذا أقرب كوكب للشمس شنو حرارته؟ كثير مرتفعة. كثير مرتفعة، كلامك مضبوط يا عمر. طيب إذا حرارته كثير مرتفعة وهذا هو كوكب عطارد. بيجي لعندك مريم. تتوقع يكون في عليه مياه؟ اكيد لا. اكيد لا مريم عليك. شو رايك مريم؟ حتى لو كان في مياه كان تبخرت لانه تبخرت. ليش تبخرت؟ لانه هو كثير قريب من الشمس. كثير قريب من الشمس. شو رايك تشوف في هالكلام؟ لانه هو كل
كوكبنا كان أقرب من الشمس بتزيد حرارته. كلامك 100% سليم، كل ما أقرب الكوكب من الشمس بتزيد حرارته. طيب ما عندك شي ملاحظة؟ لا. أنا حسألكم سؤال تاني لحتى نحن اليوم نتعلم. هلا اتفقنا إنه كل ما أقرب الكوكب من الشمس بتزيد حرارته. طيب الكوكب مو في له وجه تاني بعيد عن الشمس؟ طيب هذا الوجه التاني بعيد عن الشمس بيكون متعرض للحرارة شيء؟ لا أكيد بارد. أكيد بارد. طيب اللي هي ماريا؟ لأنه هون بيكون في تلج، هون بيكون في تلج بالجهة الثانية. طيب إذا دار الكوكب هذا التلج ما بيذوب ويتبخر؟ بلا. طيب شو الحال؟ شو رأيك يوسف؟ أستاذ هو إذا دار الكوكب هو بتصير الجهة اللي كانت حرارية بتصير فيها تلج والجهة اللي كان فيها تلج بتصير حرارية. شو رأيك معي؟ ما أدري طيب التلج؟ التلج ما في تلج. ما في تلج؟ لأنه ما في غيوم عكوكب عطارد، ما في غيوم. شو رأيك ماريا؟ بس هي مشان هيك بيصير الفصول، لأنه بتجي مو بتدور الكرة الأرضية فمشان بتصير الفصول. بروح معنا وماريا عم تقول الفصول الأربعة، كيف بتصير الفصول الأربعة بدكم هاد اللي هما؟ بدور كوكب الأرض حول الشمس. هي معلومة مو كافية، كل الكواكب بتدور حول الشمس بس مو كلها عندها فصول. هلا عطارد ما عندها فصول أربعة، اللي يوسف؟ استاذ هلا كمان الكوكب مو بس بيدور حول نفسه حول الشمس، كمان بينحرف. اذا محور دوران مائي لازم يدور الكوكب حول الشمس بمحور دوران مائي لحتى يصير عندنا فصول اربعه. برجع عندك رقيه. رقيه شو رايك في عطارد؟ يعني في ماء ولا ما في ماء؟ هلا بتحكي لنا ما في ماء. انت خلص مصممه انه ما في ماء؟ ما في ماء قناعين؟ ما في ماء. ما في ماء اطلاقا؟ لا. طيب شو رايك ماريا؟ استاذ اكيد ما في ماء لانه هو قريب للحراره، ومثل ما قالت ماريا اكيد حيتبخر الماء، ما حيضل مثل ما هو. بس ماريا قالت كمان انه باماكن ثانيه في تلج. بس لانه هو قريب ما بيقدر. استاذ بس حيدور كوكب عطارد، حيتبخر التلج وحيصير ماء. بس صار ماء استاذ حيتبخر ويصير مثل الحرارة. حرارة. ما حيكون في مي ما حيكون في مي كمان لأنه ما حيكون في مي لأنه إيه اللي هما؟ بس بتبخر ما بيطلع مثل الغيوم. بتبخر بس ما بيطلع مثل الغيوم. شو رأيك معي؟ لأنه الماء مستحيل يكون عليه ماء. يعني أنت مثل رقية مستحيل يكون عليه ماء. شو رأيك يوسف؟ استاذ هو ما عليه ماء، بس هو وقت بتتبخر ميته هو التبخر بالارض لان بصير غيوم، لانه في غلاف جوي. اما بهي بالكواكب الباقيه وقت بتبخروا بيروحوا بالفضاء. طيب عطارد له غلاف جوي؟ لا لا. اذا ما له غلاف جوي عطارد، وبنفس الوقت بتقولي ذلك انه بيكون في عليه تلج لانه عم يروح حول الشمس، لكن رح لكم السر. عطارد عنده مياه بس مو مياه على الارض، مياه مثل ما قلتوا انتو بخار وقليل كثير نسبه بخار الماء. لكن في رحت عليه فيك تشرب من الماء؟ لا لانه كميه كثير قليله ومتبخره بالجو، ما في غيوم، فهي خلينا نسمي مختلطه مع الغازات حول الكوكب، ففعليا مياه عطارد ما في. يعني اذا طالع عطارد ما في مياه طبعا. طيب الكوكب الثاني رقية مين هو؟ الكوكب الثاني الزهرة. الزهرة، شو رأيك الزهرة؟ ممكن يكون في عليها مي؟ لا. طيب الزهرة له غلاف جوي؟ لا. شو؟ عين بلا. له غلاف جوي، برافو رقية، شو رأيك معي؟ له. له غلاف جوي، يوسف؟ له. له، ماريا؟ له. كمان؟ له وسميكي كثير. له وسميكي كثير، مريم؟ أكيد له. أكيد له، برافو عليكم جميعا، له وسميكي كثير، يعني غلافه جوي أكبر من غلافه الجوي. بطلت كثير. حدا منكم بيعرف يسبح؟ انا. كلكم ما شاء الله بدكم تعلموا، كلكم ما شاء الله بدي اتعلم انا منكم. طيب تسبحوا قديش المسبح اللي تسبحوا فيه؟ قديش عمركم؟ 18. قديش؟ 18. واو. طيب لما تنزل بالمي شو بتشعروا؟ استاذ انقطع نفس وانا ما تقدر تاخذ مي. واحد. وثاني شيء نزلت بالمي بتحسوا ما عم تنزل وراك بس وهي عم تطلع بالاخر. عم تطلع، شو رايك حسين؟
هي كلامك صح. بس هو تحت الماء في اكسجين بس بيكون محلى. لا انا بدي اسرد وياها في انه ما بتحسوا انه لما تنزلوا بالماء على ضغط الماء لما الماء عم تضغط عليكم انه في حدا كانه ماسكها. شايفين هي الحركة اللي بتحسوها وانتم عم تسمعوا لما تطلعوا على كوكب ثاني مثل كوكب الزهرة تحديدا الغلاف الجوي اكبر اسمى بكثير من الغلاف الجوي للارض ما بيقدر الانسان يعيش عليه لانه بيتحطم من ضغط الغلاف الجوي. سؤال يا ترى الزهرة في ماء شو هي يا فيزيك؟ في ماء انت بتظن انه في ماء انت ما عليه شو هي؟ في ماء؟ ممكن ممكن معنا؟ في ماء بس قليل كثير 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 ممكن يكون قليل كثير رقية مثل انه او حار مثل اي معنى يعني قليل كثير. طيب شو رأيك يا عمرة؟ تأثير لأنه مثلا إذا كان فيها مي مثلا من زمان عم يتبخر مش يتبخر في غلاف جوا عم يحبسه بإذن هذا عم يصير عم ينزل. برافو عليك تحية كثير حلو. شو رأيك مريم؟ هلا أكيد في بس هذا قليل كوكب وطارد وأكيد عم يتبخروا لأنه كوكب الزهرة قريب كمان من الشمس. برافو عليكم. إذا قليلي ما يشفعك يمكن يكون فيه مي بس لأنه هو حاله يمكن يكون تكون مي سخنة سخنة كتير. طيب شو من كوكب الزهرة بلغة الإشارة بقول عنه؟ كوكب بس بنقوله ممكن بالأحرف ما أقدر إشارة. طيب شو الكواكب بقول بلغة الإشارة؟ كواكب. أيوه ورائد فضاء؟ هو الشخص اللي عامل مثله عم يطلع السما. كثير حلو برافو عليك. انت بتعطينا فقرة هيك اللي يصير استاذ بس في عالم بيقولوا انه كوكب الزهرة لسه احر من كوكب عطارد. برافو عليك كوكب الزهرة لسه اكثر سخونة من كوكب عطارد. ليش؟ اللي هو لانه اذا كان فيه حرارة بتحبس الحرارة من غلاف الجوي. برافو عليك اللي لي مريم برافو عليكم. اذا لانه غلاف الجوي بيحبس الحرارة مثل ما قالت معي الرقية وكلكم انه في مي لكن هذا الماء متبخن. طيب غير الارض وين تتوقع يكون في مياه تشرح مياه الارض؟ اللي هي معي لا ممكن يكون يا بأورانوس او بنبتون. أورانوس او بنبتون. شو رايك يا كده موسى؟ استاذ على الاغلب بنبتون. على الاغلب بنبتون. ماريا مريخ. شو هو؟ مريخ. علي صوتك؟ مريخ. علي أكثر؟ مريخ. برافو عليك المريخ. أوروبا سنبتر يا شباب ويا صبايا بعيد كثير بعيد عن الشمس كثير يعني إذا وبتاني شيء نبتر هو أنا كواكب غازية يعني ما فيهم أرض ما في مياه أرض عندي لأنه ما عندهم أرض أساسا. أما ماريا شو قالت؟ مريخ. استاذ لكم أسفل شو في؟ تحت المريخ تحت منا غيوم بيضاء. هي غيوم بيضاء تشبه شو؟ غيوم الأرض. مين قالك؟ انت هما تشبه شو؟ القطب الجنوبي مثل القطب الشمالي والجنوبي اللي هي عبارة عن المستودع الماء. إذا رقية المريخ في ماء ولا لا؟ في ماء. شو عرفت؟ صورة اللي ماريا لأنه هو قريب من الأرض بعده عن الشمس بعد الأرض ممكن يوسف استاذ لانه مثل ما قلت عاك هي لانه هون كوكب الارض في هي عم بتقول انه هو ماء وهون كمان في على كوكب المريخ مثله من تحت فهو في ماء. بقول انه فيه ماء بس نحن ما بنقدر نعيش عليه. ليش؟ ما بعرف ليش بس انا بعرف انه ما فينا نعيش عليه السبب ما بعرف. يلا يا جابر هون بدي اخذ معك مريم. هلا استاذ نحن ما فينا نعيش عليه لانه ما في اكسجين اول شيء ما في نباتات ناكل منه. برافو. وثالث شيء واخيرا ميته مثلا طلعنا نحن عائله جميعا. بس انت ترجع شوي انا بجي لعندك هلا نزلي بفزي بجي لعندك اللي بتكلمي مريم. عائله نفترض نحن عائله قدام نشرب اذا طلعنا على المريخ نفترض خمس ايام قدام نشرب ميته ما بكفينا ما بكفينا. طيب هو شو رايك بهالكلام؟ استاذ بيكون فيها اكيد لانه هو فيه هذا كالسيوم فيه؟ تبع مثل الحديد مثل؟ الحديد ايه شو في الحديد خلينا نرجع على فرقة المريخ شو في؟ استاذ صدي مصدي برافو عليك بس شو الاسم العلمي للصدي؟ حدا بيعرف؟ لا رقية
شو الاسم العلمي للصدر؟ انت قلت صح حديد، بس في كلمه قبل الحديد. شو هي الكلمه اللي قبل الحديد بيعطينا صدر؟ مي. شو؟ اذا بقى مي بحديد. اذا اجى مي بالحديد برافو عليك، شو بيصير الحديد بصدري؟ شو اسمه العلمي؟ اكسيد الحديد. اذا هذا الصدر اللي بنشوفه على الحديد ناتج عن تفاعل الحديد مع شو؟ مع المي. مع المي. لكن هذا اكبر دليل ان المريخ شو فيه؟ المريخ فيه مي. ليه؟ لانه في عندنا اكسيد حديد. في عندنا اكسيد حديد. تلته حمراء. استاذ انا بعرف ليش ما فينا نعيش عليه، لانه في نص من هي جهه بارد ونص من هي ساخن. كثير حلو، يعني انت بتتوقع تكون في عندنا مريخ وسوء انا بعرف؟ ايه. ايه شو هيك مايا؟ بتوقع انه لا ما عليك. ما علي، انت عم تقول يوسف ايه؟ طيب تعرف شو في رأي يوسف صح ولا ما؟ شو رأيك ماريا؟ لا ما في خسر أربعة. لا خسر أربعة، وطيّة مع مين انتي؟ ما في عني شيء. خسر أربعة، في عني خسر أربعة ولا لا؟ لا. في ولا لا؟ ما في، يعني انتي كمان مع ماريا مع مايا. هو عليه فصلين بس. عليه فصلين بس، يعني ما في خسر أربعة. شتاء وصيف. لا فصلين. فصلين. انا رايي انه فصل الشتاء وفصل الصيف بس. ما عرفت فصول اربعه، يعني يوسف بحاله قال فصول اربعه وقد تنقل ما في فصول اربعه، بتراجع عن قرارك ولا لا؟ انا ما بعرف. بتنضمن ولا بتضل محافظ على قرارك انه في فصول اربعه؟ انا بضل محافظ. ليش بدك تضل محافظ؟ لانه في لانه هو ساخن وبارد. شو كمان؟ وبيدور حول الشمس. ما عدد بكيف ما بكفي، بدي معلومة لسا، انت بتغيروا كلامكم ولا بتضلوا على كلامكم ولا ما بتصوروا أربعة كيلو بعدين؟ بدك تغيري ليش؟ أنا بتغير هو قريب من الشمس وقريب من كوكب الأرض، أكيد ممكن يكون عليه فصول أربعة. ما عدد بدي جواب، رقية؟ تذكروا، شو سبب الفصول أربعة؟ لأنه هو في غلاف جوي. كمان في، شو سبب الفصول أربعة؟ تذكروا، ورجعوا حكينا لأنه انحراف. انحراف محور دورانه المائي، فكلام يوسف صح، على المريخ في فصول أربعة، لأنه ميلان محور دورانه مش فاهم ميلان محور دورانه. بس ما بيطلع أستاذ مسام، بس بالربيع ما بيطلع. أستاذ مسام بس بالربيع ما بيطلع هذا. لا ما بيطلع، نحن ما بنشعر بفصول أربعة لأنه أبعد عن أرض الشمس، وبالتالي برودته أكثر، فنحن ما بنشعر إنه عليه فصول أربعة، لكن فعلياً بيكون في تدرجات الحرارة عليه، وبالتالي هذا بيجعل انه باحد الفترات على كوكب المريخ في مياه سائله. شو يعني سائله؟ يعني منتج. يعني منتج. يعني مياه تجري وكانها بحار. ايه استاذ بس مو انت قلت هاي بالماي بنحس انه في شيء عم بكمشنا؟ استاذ هو بيكون التيار بعكسنا، التيار جاي هيك ونحن جايين هيك. مين نحن؟ نحن المريخ ما نحن؟ انت عم تحكي على الارض؟ تمام قولي هي مين؟ استاذ طيب هي المياه بتنشرب اللي بتصير مثل البحار؟ هي حطت ايدي على نقطة حساسة وهي نحن نحن وياكم. يا ترى بتنشرب؟ تعالوا شوف مريم اول شيء، شو رايك مريم؟ اكيد لا استاذ ما بتنشرب. ليش؟ لانه اذا صارت مع مياه البحار فاكيد حتصير مالحة. مريم ما في بحار بحار. رقية بيسمع صوتك؟ ما عم بسمع صوتك كثير، بدك تعالي صوتك تسمعيني صوتك، شو رايك يا رقية؟ من رأيي لا. ليش؟ هو استاذ ما بنملح نحن شلون تكون حديد صدى وكل شيء. تكون؟ حديد صدى. عندي فترة. بكون حديد صدى. مفهوم، لأنه هي عم تمشي على تربة حديد صدى. يعني على تربة تصير حديد. وبالتالي إيدي ماريا. وكمان بتكون موسخة لأنه هي على ال صدى اللي قال عمان. استاذ لانه هو على الصدى بيجي هي وسخ من الحديد على بالضبط، فما بتنشرب بكون هي صالحه للشرب، لكن ممكن تخيل اذا طلعوا رواد فضاء يكرروها يعملوا شيء ويحولوها لمياه صالحه. شو ما عندك؟ استاذ لانه مو بتجري ممكن تاخذ غبار مشان هيك ما بتنشرب. غبار مضبوط هيك ما بتنشرب صح. هيك الكوكب اللي بعده مين يا رقية؟ المشتري هو اكبر كواكب المجموعة الشمسية، اذا اجتمعوا كل كواكب المجموعة الشمسية بيكونوا كوكب المشتري. يوسف مشتري بتوقع في ماء؟ استاذ ممكن ايه في ماء. في ماء شو ماريا؟ لا
لا هما استاذ مصري وفي عصفه بقلبه. ليك العصفه هي هي البقعه الحمراء العظيمه استاذ. لا في فيها انا برايي انه ما في مريم مثل يوسف. شو قال يوسف؟ استاذ انا قلت هيك بس رح ارجع اقول لانه ما فيه ماء لانه هو كوكب غازي. لا غير تراجع كلامه يوسف، تتراجعي معه ولا بتضلي؟ لا بضل. حدا قال بده انه في على كوكب مشتري ماء؟ ما في. لا بتعرف تقول ما في؟ لا هو كوكب غازي ما عليه ارض. غازي ما عليه ارض، تراجع عليك اذا ما في مياه على ارضه، لكن بغلاف الجو ممكن يكون في ماء، طلعت مايا؟ ما اتفقنا انه مطارد والزهرة على ارضه ما في نضع بغلاف الجوي في بخار ماء؟ استاذ ايه لا يس بخار. بخار اذا في حتى بالمشتري بخار ماء. طيب المشتري بيملك توابع صح؟ بنسميها خطا اقمار هي توابع. منهم هالاربع توابع الكم سر حتى توابع المشتري في ماء. حتى توابع كوكب المشتري عليهم الماء. تتفقوا ولو بعد شوي نرجع القمر. القمر ما حكينا عنه. بيحكوا القمر في ماء؟ لا 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 شو رأيك؟ ايه وانا ايه؟ وانتي ماريا؟ لا انتي رقية؟ استاذ ايه ليش هو يا القمر؟ بتراجع ايه فيها لانه مثل هلا هي المشتري في على في هو عليه مي او توابع عليهم. حلو، يعني المشتري عليهم القمر بيكبوا عليهم. انت كمان اعطوني تحليلات ليش القمر عليه مي، هذا لهم مريم. استاذ القمر عليه مي لانه شكله مثل شكل الارض. حلو. هيك في مثل هدول. طيب حلو، شو رايك بالقيم؟ بتصني ليش انه القمر عليه مي؟ لانه قريب عن الارض. قديم على الأرض شو رأيك هما؟ استاذ إنه في قطعة من الأرض رايحة على القمر. برافو عليك يا هما، إنه القمر فعلياً هو قطعة من الأرض. ففي جزء من المياه موجودة أساساً على القمر، ورح أذكر سر اليابانيين شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه في مياه على القمر بتكفي مليون ياباني ل 100 سنة أو 100 ياباني لمليون سنة، يعني في مياه غزيرة على سطح القمر، لكن وين هالمياه؟ استاذ بهي بالقمر كله. بالقمر بس وين؟ بغلافه. تحت وين تحت شو؟ تحت القمر. تحت القمر بالغلاف الجوي. تحت القمر بالغلاف الجوي شو ما زبطت معي؟ استاذ تحت غلاف الجوي تحت القمر؟ ما فيه. لا ما فيه حدد، ما فيه حدد وينه. استاذ تحت. لا انا مين حدد وينه؟ استاذ هو تحت. تحت. استاذ طب هو نحن بنقدر نعيش عليه؟ لا. ما في اكسجين، ما في عوامل ثانيه، بس فينا نطلع عليه، فينا نقضي كم يوم عليه، بس ما فينا نعيش فتره طويله عليه. قل لي يوسف. استاذ بس في عالم بيقولوا ما فينا نطلع على القمر لانه وقتها ما بيكون في غلاف جوي تنفجر هي المركبه. بس طلعوا الناس على القمر، ما لها علاقه بالغلاف الجوي، غلاف جوي بيحمينا من النيازه، بيقرب لنا الاكسجين، بس اذا طلعنا الاكسجينات معنا ضلينا وقت قليل فينا نعيش. بس هذا ما جاوبتوني، قلوا لي القمر وين بنلاقي المياه؟ استاذ يمكن تحته يمكن بالحته اللي تحته، ما في شيء اسمه تحته، وين؟ حدد لي، تعالي. انت كلامك مضبوط بس ما عم تقول لي العبارة، قولي لي معي. يعني من هون؟ لا مو من هون، لأنه من هون ومن هون نفس الشيء بالفضاء. استاذ من الأسفل؟ ما في شيء من أسفل بالفضاء، أسفل وأعلى بالفضاء ما في. من جنب الكرة الأرضية؟ لا. استاذ بالحفر اللي هي فيه. بالحفر اللي فيه. بالحفر اللي فيه هي حفر ميزانية ممكن يكون في مياه، بس مو هي المياه الأساسية. المياه الأساسية موجودة وين؟ بالقمر. رقية ما عم تسمع صوتك. بالقطعة اللي فيها القطعة تبع كوكب الأرض. لا. هو بس قال لي صح قال تحت بس ما قال تحت شو؟ تحت ما في شيء اسمه تحت القمر اتفقنا. يعني من ناحية تحت الغلاف الجوي؟ لا ما في يعني من ناحية من ناحية يعني هون في الأرض هون القمر هون هون لا تحت الأرض؟ تحت شو؟ تحت الأرض؟ تحت أرضنا؟ يا القمر تحت أرضنا؟ زبطيها مايا شو شباب؟ استاذ تحت مركز التخزين تبعه ما عم بدي صح كثير عجاني لا خليك تحت بس ما بتعرف استاذ هيك رح
كوكب الارض من هون وهذا القمر من هون بيجي باسفل بيجي باسفل ال بيجي باسفل القمر اسفل القمر بس اسفل الكره الارضيه استاذ مهم استاذ هو تحت استاذ مو القمر فوق استاذ هو تحت ما في عندنا شيء اسمه قشرة أرض القمر تحت قشرة القمر تحت أرض القمر مو أرضنا تحت أرض القمر هي المياه المغزلة مشي سريعا لأنه الوقت عم يدارقنا كوكب زحل تتوقع في على مياه يوسف لا لأنه هو كوكب غازي كوكب غازي وحتى حركاته غازية ماريانا لا لا ما علي ما علي لأنه هلا لسه انت زحل أورانوس ما علي في منهم هي متجمدة بس وأغلبها غازية أغلبها غازية بس كمان كان فيها أحجار فيها أحجار تنسوا لبعض أورانوس شو رأيكم أورانوس؟ أورانوس بيكون بارد بس مو بارد مثل نيبتون تمام مظبوط شو رأيكم أورانوس؟ أورانوس يمكن يكون في يومين متجمدة وين؟ أورانوس على غياب جنبواته وما طيب شان نحن إحنا آخر شيء نبتون نبتون تمام ممكن يكون في مياه وغلافه أجوي طيب هلا احنا وياكم اتفقنا انه بكل كواكب مجموعتنا الشمسيه شو فيها؟ مياه لا في مياه اذا الماء منتشر في مجموعتنا الشمسيه السؤال بقى لكم يا اسكيار تتوقعوا من وين اجى الماء؟ اكيد من كوكب الارض لا كوكب الارض لا كثير بعيد الشمس الشمس حارة جدا لا أسرع هي قطعة منه متجمدة شو هي؟ قطعة منه متجمدة قطعة شو منه متجمدة؟ المي من القمر قطعة من المي متجمدة من يعني من كوكب نبتون في قطعة منه لا مو بس نبتون بدي أعرف من وين إجت المياه على كل مجموعتنا الشمسية وخارج مجموعتنا الشمسية فيها مياه شو رأيكم؟ فكروا من وين بتجي المياه؟ أنت قلت كلمة حلوة هما قطعة متجمدة بس شو هاي القطعة المتجمدة اللي هي مياه وبتعرفوها منيح انتم بس مالكم متذكرينها يلي نحن نتمنى نشوفها بالسماء يلي إلها ذيل لشو؟ ذيل ذيل شو هذا الشيء بيطلع بالسماء وبقول له ذيل الشهاب؟ لا الشهاب بيحترق بالغلاف الجوي نيازك؟ نيازك تضرب بالأرض مذنبات يا رقية برافو عليكي المذنبات بتعرف شو هي المذنبات؟ هي قطع جليدية قطع من جليد الماء قطع متجمدة من جليد الماء اصطدمت بالكواكب وشكلت على سطحه الماء ومشان هيك العلماء اكتشفوا انه بكل الكون منتشر مذنبات شو يعني؟ استاذ بس استاذ بس هو شو كان بده تتذكر يوسف استاذ لا في هالكواكب الثانية صبح وليل في على الكواكب الثانية صبح وليل كل الكواكب بتدور حول نفسها فكل الكوكب بتدور حول نفسه إلى ليل ونهار لا استاذ سؤال من وين بتجي الشهب والنيازك؟ الشهب هي عبارة عن صخور صغيرة محاط محيطة بالأرض تحترق بالغلاف الجوي النيازك هي عبارة عن كويكبات ما بين المريخ والمشتري تسقط على الأرض أما المذنبات هي كتل جليدية تأتي من سحابة أرض أو كيسان كاربو وهي مليئة بالماء اللي يوسف استاذ هو كوكب الارض نادر يصطدموا في نيازك لانه القمر بحميه من الهيل صح لكن ممكن كثير من ما في ما مضى اصطدموا استاذ هو اصطدم في نيزك وهي لانه انقرضوا الديناصورات لانه صدم نيزك صحيح اللي بدي اعملكم الان للمستقبل تفكروا بالسؤال التالي انا ما بدي اعطيكم جواب هلا لانه ما حدا عنده جواب ما حدا عنده جواب السؤال هو من وين اجت المياه للمذنبات؟
هذا السؤال اللي بكم لما تكبروا وتصيروا علماء بدكم تلاقوني إجابة عليه، ولأنه وصلنا بآخر حلقتنا وكنتوا علماء شاطرين كتير في إلكم هدايا. هاي الهدايا قدمتها شركة ماجيك لأنه كتير انتم شاطرين وحبابين، خليني أقدم لكم إياها. أوبا، وهي تلش عن رقية، وبعرف إنك رقية اشتغلت أسماء سمعت صوتك كتير، تفضلي رقية. همام البطل، تفضل يا همام. وفي عنا كمان لا ماريا، ماريا تفضلي يا ماريا، تفضلي ماريا. بيبقى عنا يوسف وماريا، وهي هي يوسف، تفضلي يا يوسف. تفضلي يا مايا، شطورة، برافو عليك، برافو عليكم، يعطيكم العافية. وهيك مشاهدينا الكرام بكون احنا وياكم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي بحثنا فيها عن أصل المياه على الأرض، واستنتجنا نحن علماء المستقبل أن المياه على الأرض وفق أحدث النظريات والدراسات أتت من الكويتيبات والمذنبات، هذا أحدث ما توصل إليه العلم. لكن هذا الاكتشاف يطرح سؤال آخر، من أين أتت المياه إلى الكويتيبات والمذنبات؟ أي أننا فسرنا الماء بعد الجهد بالماء، ما زلنا ننتظر العلماء، ما زلنا ننتظر التكنولوجيا ونتائج الأبحاث حتى نتوصل إلى أصل الماء في الكون. ودعكم ونلتقي بكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم، إلى اللقاء.